العزيمه ان احنا ما نطلعش بره الاول او التاني بالكتير جدا، واحنا دايما عينينا على الذهب. يمكن الفتره اللي فاتت احنا الحمد لله لعبنا بطوله دوره البحر الابيض المتوسط وعملنا فيها انجازات كبيره جدا. جينا في ماتش كده لقينا ايه؟ لقينا ان في بطل اتصاب ولا ما اتصابش؟ طب لما اتصاب هو كمل الماتش والبطوله وراح خد الذهب؟ البطل ده هو اللي معانا النهارده مع البطل التاني برضه اللي اقول لكم عليه، لان هو برضه ليه انجازات كبيره جدا. معانا النهارده يوسف عماد. ازيك يا يوسف؟ ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كله زي الفل؟ كله زي الفل. ده طبعا يعني من ضمن الابطال بتوعنا دلوقتي المصنفين على العالم، وهو الاول دلوقتي في الترتيب الحالي في الكاراتيه في وزن 84 كيلو، وبرضه يعني بطل تاني ما يقلش حاجه عنه خالص، ان هو التاني برضه على التصنيف العالمي وما شاء الله عامل انجازات كبيره جدا وعالميه في مختلف البطولات برضه، وهو طه طارق. ازيك يا طه؟ ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. وطه يعني مش مكان يعني مش جديد عليه، هو صاحب مكان يعني. ازيك يا طه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كله طبعا تمام. مبروك عليكم جميعا، ان انتوا الاثنين يعني من ضمن ابطالنا اللي مشرفينا دايما، وال في كل بطوله دايما بتثبتوا ان انتوا يعني عندكم الثبات في كل شيء، مستواكم دايما مختلف الحمد لله، والميداليه كمان بتزيد معاكم. طيب يوسف، يعني قبل ما نخش معاك بقى في التفاصيل الكبيره عن البطولات اللي انت شاركت فيها وكمان انجازاتك وطريقك، يعني قول لي الاول اخر بطوله بتاعت قبل الاخيره يعني البحر المتوسط، انت كان جالك اصابه كده في ماتش من الماتشات وكملت وكان سيمي فاينل على ما اعتقد يعني. هي البطولة دي يعني مختلفة من أول ماتش، مش حتى ساعة الإصابة بس. البطولة دي كان يعني الدول اللي حوالين البحر المتوسط في الكاراتيه يعتبر أعلى دول، فهي البطولة بالنسبة لنا كانت زي بطولة عالم مصغرة. فكان من أول ماتش لآخر ماتش كل البطولات أصعب من كل الماتشات أصعب من بعضها. بالنسبة للمشكلة اللي حصلت في السيمي فاينل، خدت خبطة في راسي عملت لي إغماء مثلا 3 4 ثواني. وبعدين كملت الماتش، كملت السيمي فاينل، كان ناقص حوالي دقيقة. فبعدين بين السيمي فاينل والفاينل كانت الدكاترة رافضة إن أنا أنزل الملعب. تكمل. إن أنا ألعب الفاينل. بس يعني بعد محاولات كتير قالوا إن إحنا هنروح المستشفى الأول نعمل أشعة ونطمن، لو الدنيا تمام أنزل الماتش. ولو مش تمام ما كنتش هلعب. كان قدامي حوالي ساعتين بس بين السيمي فاينل، يعني احنا بنلعب في نفس اليوم الفاينل. يعني كلها مع بعض في نفس اليوم؟ كله في نفس اليوم، الماتشات كلها في نفس الوقت يعني. فيا دوبك رحنا ساعه بالظبط وجيت على الملعب على طول، يعني من الاسعاف كنت على الملعب على طول، يعني حتى خدنا خبر. طب هنا بينك وبين نفسك بقى والمدرب بتاعك، يعني كنت انت شايف ايه كواليس ايه؟ تكمل ولا ما تكملش؟ المدرب قال لك ايه؟ الفريق الطبي لما رحت المستشفى؟ هو انا بيني وبين المدرب كان يعني كنا بنتمنى ان احنا باي شكل ننزل الماتش ده، علشان الماتش ده اللاعب اللي كنت بلعبه لعبته كذا مره قبل كده وكسبته كذا مره قبل كده، فكان بالنسبه لي ميداليه ذهب مضمونه. فكان حرام لو ما كنتش نزلت. التعب يروح على الارض. لا بالظبط، عايز اكمل، عايز الذهب اكيد. فهو حتى يعني الكابتن جه معايا المستشفى وعملنا كل حاجه مع بعض، وبعدين رحنا على الماتش وبعد كده كملت الحمد لله واخدت البطوله واخدت الذهب وكسبت كمان 6-1. تمام. وكلمناك وانت هناك ايوه، وانت مش فاكر دلوقتي اهو دلوقتي تمام ده من خبطه تقريبا. لا بجد يا يوسف مبسوط جدا بيك، ويعني ما شاء الله عليك عامل اداء ويعني رائع جدا ومشرفنا حقيقي بجد. الحمد لله.